احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن أزمة بيعيشها الفلاحين من ناحية درجات الحرارة اللي مش عارفين يعملوا فيها إيه، لأنها نشرت الآفات في المزروعات، فبالتالي هم محتاجين يجيبوا عدد أكبر من المواد اللي بيكافحوا بيها كل الحشرات والديدان والآفات اللي بتوصل على محاصيلهم. ومن ناحية تانية إن كان فترة العيد وما قبل العيد كان في صعوبة جدا في وصول الأسمدة ليهم والأماكن بتاعتهم، فارتفع سعرها جدا في السوق الموازي ووصلت ل20,000 جنيه اللي بتتباع ب6,000 جنيه، ده وفق التصريحات اللي كانت عندنا هنا. لكن اللي حصل الأيام اللي فاتت هو إن بسبب انقطاع التيار الكهربائي مجموعة من أكبر شركات الأسمدة في مصر أعلنت توقفها عن الإنتاج. بعد كده احنا شفنا إعلانات متتالية على إن في عودة للإنتاج، وشفنا كمان إن هيتم الاستعاضة ب يعني الطاقة الهيدروجينية علشان تشغل جزء من المصانع، كلام كتير جدا. لكن الموضوع وصل لحد فين؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه دلوقتي، لان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده موضوع ليه علاقه بالمحاصيل الزراعيه، يعني اكل المصريين. وكفايه على الفلاحين قوي اللي بيحصل في تغيرات الطقس والمناخ، يعني مش عارفين الزرعه هيطلع شكلها ايه، لكن كمان ما يبقوش لاقيين الاسمده، طب الارض هتطلع ايه؟ الموضوع صعب جدا على الفلاحين، وخصوصا صغار الفلاحين اللي هم عندهم اراضي صغيره يا دوب بيعيشوا عليها. احنا شفنا عدد من التصريحات خلال الفترة اللي فاتت، وخصوصا بعد الكلام الكتير على ان انقطاع التيار الكهربائي هو السبب الرئيسي في كل اللي حصل في هزة صناعة الأسمدة الأيام اللي فاتت. هزة الأسمدة بقى في الأيام اللي فاتت هل أثرت هي كمان على سعر الأسمدة اللي موجودة في السوق؟ طب حال الفلاحين مع الموضوع ده ايه؟ ده موضوع غاية في الأهمية والخطورة. وفق التصريحات اللي كانت موجودة هنا عندنا من السيد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، قال لو الدولة ما اتدخلتش ووصلت لنا الأسمدة دي بالسعر المتعارف عليه في الجمعيات الزراعية، احنا اعملوا حسابكم ان احنا مش هنعرف نقاوم السنة دي خالص. لكن بعد ما حصل من هزة وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج، ايه الوضع؟ ده سؤالنا الأستاذ حسين أبو صدام نقيب الفلاحين. يا أهلا بحضرتك يا أستاذ حسين. اهلا وسهلا بيك وبكل الساده المشاهدين. والله قلوبنا معاكم. بعد الاسبوع اللي فاتت ما اتكلمنا على ان انتوا اساسا في ازمه بسبب نقص الاسمده اللي معروضه ووجودها في السوق الموازي باسعار غاليه جدا، دلوقتي توقفت عدد من المصانع عن انتاج الاسمده وفي اعلان على انها رجعت تاني. الموضوع ده اثر عليكم اكتر واكتر يا استاذ حسين ولا ايه اللي حصل؟ الحقيقه طبعا الموضوع ده اثر تاثير كبير جدا على اسعار الاسمده، وطبعا قبل المصانع ما تعلن وقف انتاج المصانع اللي اتقفل دي كان في ازمه في عدم توفر الاسمده المدعمه اساسا في الجمعيات، نظرا لان بعض المصانع كانت قللت انتاجها فبقى الاستماد المدعم قليل في الجمعيات، حصل ضغط على السوق الحر. الشكاره النهارده وصلت اكثر من 1000 جنيه للشكاره، لكن انا طبعا بتوقع انفراج قريب في موضوع الاسمده، خاصة إن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية بتحرص على زيادة الإنتاج فيها نظرا لأنها مهمة كمان للتصدير وتوفير عملة صعبة من ناحية، تاني حاجة إنها يعتبر أهم مستخدم زراعي، فالدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة الأسمدة، وأنا أتوقع إن الحل قريبا. دي توقعات ولا بناء على معلومات جات لك يا أستاذ حسين؟ هو طبعا الحقيقه في بعض المصانع بدات تشتغل زي سيدي كرير بدا يشتغل، وفي طبعا معلومات جايه ان المصانع الثانيه هتشتغل، المصانع اللي توقفت دي، لان لا يمكن باي حال من الاحوال انها تتوقف. الاسمده النهارده احنا في نهايه الموسم الصيفي، الازمه اللي حصلت دي يعني كان في ذروه احتياج النبات للاسمده في الايام اللي فاتت، ففي ضغط على السوق السوداء، النهارده فعلا في قله في الاسمده في السوق الحر، في اسمده كتيره ما راحتش الجمعيات الزراعيه، لكن الايام اللي جايه انا ببشر كل الاخوه المزارعين ان شاء الله الازمه هتنفرج والاسعار هتنزل. يعني منين عرفت يعني يا استاذ حسين؟ انا مبسوطه جدا بالبشره اللي حضرتك بتقولها، بس فرحنا معاك، يعني المصدر بتاع المعلومه ايه ان الازمه هتنفرج؟ ان المصانع بدات تشتغل، بس حضرتك كنت قلت لنا ان ازمتنا في مصانع الاسمده انها بتصدر لبره واحنا عايزين نوقف التصدير لحد ما نكفي احتياجات السوق الداخليه، صح؟ هو طبعا التصدير لبره كان بيصدروا اكتر من اللازم، لكن احنا في الوقت الحاضر احنا في ازمه، ففي طبعا عايزه قرارات حازمه من الحكومه وجديده
بعدم تصدير اي ورقه سماد للخارج قبل ما تستوفي السوق، لان احنا لو الموضوع ده ما حصلش في غضون ايام هيبقى في ازمه كبيره جدا في اسعار الاسمده. النهارده بتكلم حضرتك الشكاره ام 1000 جنيه دي الفدان بياخد منها 6 شكاير في الذره، الذره لو حسبناها دلوقتي لو 6 شكاير بالشكاره ب 1000 جنيه المحصول مش هيجيب حاجه، خاصه ان طن الذره الصفراء النهارده ب 12000 جنيه، الفدان ما بيجيبش غير 3 طن. اتواصلتوا مع اي حد في وزاره الزراعه ولا اي جهه علشان تطمنكم الايام اللي فاتت دي يا استاذ حسين؟ احنا تواصلنا فعلا مع وزاره الزراعه، ووزاره الزراعه مشكوره يعني وعدتنا وهوفت فعلا في كميات راحت الجامعات، لكن الكميات ما زالت قليله جدا، لكن انا بتكلم على لازم يبقى في قرارات حازمه الايام اللي جايه دي، الجمعيات اللي فيها اسمنه توزع اسمنه حتى في ايام الاجازات. ما ينفعش ان احنا نقول ان النهارده اجازه ومش هنوزع، لان دي ازمه حقيقيه مع الفلاحين، خاصه الزراعات اللي موجوده زي زراعه القصب والذره والصعيد عموما، يعني في قلق كبير جدا من المزارعين. انا بشكرك جدا على المعلومات اللي اديتها لنا استاذ حسين ابو صدام نقيب الفلاحين. انا سعيده جدا بنبره التفاؤل اللي بيتكلم بيها وانا ببشر المزارعين، لان يعني جميل ان احنا ندي البشرة، وخصوصا اذا كان في لقاء زي ما هو قال تواصلوا مع وزاره الزراعه. احنا هنتابع طبعا الموضوع مش هنسيبه لانه موضوع مهم جدا زي ما قلنا. من